السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن. اليوم راح نوصل راح نلعب لعبة روبلوكس، نوصل طلبات، نوصل صناديق. أتمنى تعجبكم، لا تنسوا اللايك، تشتركوا بالقناة، تضغطوا جرس التنبيهات. يلا نبدأ نطق بليه، وأول شي نروح نحط له مكان، والحين نروح يمكن ناخذ صناديق صح؟ شوف ايه، خلنا ناخذ، اخذنا 3 صناديق، الحين نروح نحطهن، خلنا نروح وناخذهن. ليش اصلا يعني المفروض نحطهن؟ خلنا نطق ونروح ناخذ اللي بعده، نروح نحطه بالسيارة، ما نقدر، 3 3، نرجع مكانه ونروح نوصل طلبات، نوصل اللي طلبن. خلنا اتجاه الثاني ورا، قدام هنا هذا البيت البني. خلنا نركب السيارة على ورا. طب ما عندي رخصة بعد، خلنا ناخذ نحطه، شكرا، وناخذ الثاني نحطه، ناخذ الثالث، لا مكان ثاني. الحين خلنا نروح نشوف مكان ثاني. نروح وراه، هذا البيت الابيض، لا البيت الاخضر هذا. يا اخي ما اعرف اسوق انا، والله العظيم كسرت كل شيء، خلاص ما بقيت شيء، اي شيء قدامي اكسر عادي. شيله، نروح نحطه، شكرا على الفلوس، ونروح الحين معانا 1000 على طول. انا رجع للمحل، حق المحل صح، نروح هناك نركنها هنا، نجيب لازم نركنها على ورا. ايوه اللون، نطلع نروح نجيب الصناديق الباقية، خلنا نحطهن، نشيلهن ونحط باقي اخر كرتونين. خلنا نروح نجيب، معانا 1000 نقدر نشتري اوسع. خلنا نشوف، نروح ونحطن فوق الطاولة، نحطن فوق الطاولة، ناخذ 1، نروح نحطه، لا بس خلاص ملي. خلونا نشوف نقدر نشتري او لا، كيف نحط، من وين نشتري بعرف. خلنا نشوف محلات، أول شي خلنا نروح نوصل الطلبيات. هنا المكان، وينه ورا هيدا، خلي كذا. خلنا الحين نروح ناخذ الصناديق، بس 1، ونروح للي الثاني ورانا. اخي عادي لو كسرت، المشكلة صعب. نروح وناخذ الطلبات ونشوف هذا كرتونين. الحين نروح محل الاغراض، نروح محل مني، لا هذا محل سيارات، هذا والله ما ادري محل وش، خلنا نشوف، شكله محل الرفوف صح، شوف، لا محل هذا يشتري ياخذ منه. خلنا ما نبي الحين، نبي رفوف عشان يكون، نروح نشوف محل، خلنا نروح هذا في محل، ندور اي هنا في محل، لا شوف محل وش، خلنا نشوف محل وش.
محل وش هذا؟ يمكن محل طيارات صح؟ محل طيارات يمكن يساعدون الطيارات ان احنا نروح ان احنا هم يكونوا يجيبون لنا الاغراض. عشان توني شفت واحد جاب طيارة، خلا شوفوا هذه في طيارة تمشي يوصلين. بعد خلنا ندور محل، المحل وين يكون؟ خلنا ندخل محل السيارات نشوف، يمكن هذا. خلنا نروح نشوف كيف نقدر ندخل. لا مو من هنا، بعده خلنا نشوف. ابي اشتري رفوف، من وين اشتري رفوف؟ اوكي شكلي من هذه، يمكن خلنا نكمل نروح محلنا. وفي مكان هناك مغلق، مدري وش هذا المكان. خلنا نروح الحين ننزل ناخذ الصناديق اللي حطيناها. خلنا نروح نحطها داخل المحل، وعشان يصير معنا فلوس. معنا 2000 الحين، وش نقدر نشتري؟ انا ابي اعرف كيف اشتري هذولا، كيف ابي ادخل المحل؟ ابي ادخل المحل حقهم. من وين اشتري؟ والله نسيت من وين. خلنا نروح ناخذ الحين، ناخذ صناديق ونروح نحطهن هنا. ناخذ، والحين يا اخي علق. يلا خلنا نروح الحين. ايوه حطينا. الحين نروح هذا البيت البني. خلنا الحين ننزل ناخذ الثاني ونروح للبيت الاخير. البيت الاخير هو ذيك الجهة. لب ما تلف السيارة. هذا البيت علقت. خلنا ناخذه والحين نروح نشوف نقدر نشتري سيارة ولا لا. وش ذاك المكان؟ خلنا نشوف نقدر نفتحه ولا لا. افتح لي. وش لازم؟ وش قاعد اسوي انا؟ خربت من المكان والله، قاعد اكسر كل شيء. اوه شوف الطيارات قاعد يساعدونهم. ابي محل حق رفوف، كيف اشتري رفوف؟ احس من الشاحنات. خلنا نروح نشتري سيارة ونشوف بنقدر يستعد الرفوف ولا لا. خلنا مو هنا، خلنا ندخل نشتري 5000. والله ما عندنا حتى حق سيارة. نروح محل الطيارات ونشوف. هذا محل الطيارات، ننزل والحين نشوف. ولا أول واحدة 9000؟ كيف ذولا معاهم توهم؟ هذولا خلاص أغنياء أغنياء. في هناك بعد محل طيارات، والله ما ادري وشو. خلنا نشتري من نشوف هذا هو ولا لا. يا رب يكون رخيص، يا رب رخيص. اوكي مني حق الرفوف 12000. عرفت الحين. خلنا نشتري هذا، يا رب يكون رخيص على طول. غالي يلا عادي، خلنا نكمل شغلنا. ركبت بالغلط. خلنا ندخل نركن السيارة، ركن عادي كيف ما تبي اركنها. نبي يكون عندنا. خلنا ناخذ
المشكلة يمكن ما نقدر ناخذ كثير بنفس الوقت، يمكن ما نقدر ناخذ كثير بنفس الوقت. خلنا نروح الحين ونحط ونروح ناخذ صندوق ثاني. شوفوا هذا كيف الرفوف حقه، ما رفوف مرة كبيرة. خلنا ناخذ ونروح نحط الثاني، نشوف نقدر ناخذهن. لا والله ما نقدر نفس الوقت. خلنا نحط نحط، يلا حط. اوكي الحين نروح نوصلها. لا تقول السيارة تعوض. شباب ما عليكم، اليوم الثاني راح تكون قيادتي اسطورية، ما عليكم. بس انتم الحين ما حد اعطاني رخصة، على طول دخلوني وخلوني. خلونا الحين ننزل نشيل الاغراض، نروح للثاني البيت الثاني. والله اسف يلي صنعوا الاشياء وكسرتها، انا مالي خصوص. هم اللي شقلوني ها، كسرت تقريبا السيارة حق البيت الحين. الحين يا رب ما يلاحظوا، يا رب ما يلاحظ اني كسرت شيء. حط البيت هذا، يبي صندوق يا اخي. علق الكمبيوتر، يبي صندوق صغير ذا ولا وش؟ ايه وش فيهم؟ اضغط اف. وش السالفة؟ وش اسوي الحين؟ خلنا نروح ندور بيت ثاني، يمكن بعد هذا. والله قوية، اختفت السيارة، راحوا صلحوها. عليك اي والله لازم بعد السيارة. واللي هذا بعد وصله، ليش وش فيك طالب كم كرتون؟ ما حد ابقى اشوف هذا. اوكي الحين كان 40 صار 37، يمكن عشان الاشياء غالية مرة هناك. عادي المهم خلنا شوفوا انا كيف اسوق السيارة بعد. خلنا نروح ناخذ الكرتون ونحطه هنا، ونروح مرة ثانية نجيب الكرتون ونحطه داخل السيارة، ونروح بعد مرة نروح ناخذ واحد، ناخذ كثير، ثلاثة نروح نحطهن. ناخذ واحد نروح نحطه اف. الحين نروح نوصل لا حط بالسيارة. نروح ان شاء الله ما ادعم ولا شيء، قيادة حقيقية. السلام عليكم، انت جاي تطلب طلبات، تفضل كرتون واحد. يلا مع السلامة. نروح للبيت الثاني. السلام عليكم، انت طالب كرتونين، تفضل. طالب كرتون واحد. نروح لاخر بيت، بيت ورايا وينها كهوة. هنا البيت، نروح ونوصل اخر اخر طلبية عندنا مع التكسيرات مع كل شيء سويناه. هذه الحلقة حلقة مو توصيل، حلقة تصديم اشياء ما نعرف نسوق. ما في رخصة ها، الله شاب. خلنا ندخلها داخل، ما نقدر. دخلتها، خلنا نركض ونروح ناخذ صناديق. اقدر ولا ما اقدر؟ خلنا ناخذ فلوس، ما نقدر عشان هذا مليان. لو كان نقدر كان احسن. نحطه وناخذ صندوق داخل، لا حطه داخل
ونروح ناخذ الصندوق الكبير اقص الصغير نروح نحطه ناخذ الكبير ونحطه داخل السياره ونروح نوصل الحين بيتينا هذا صح ايه هذا التوصيله هذا البيت ايه هذا البيت الحين نروح كم طالب انت صندوق صندوق واحد بس صندوقين طالب نروح ناخذ الصندوق اللي الثاني حطه طلع لنا نفس الشخص والله كنت متاكد انه يطلع لي واحد ثاني سويت انا هرب لا يجيك الشرطة هرب لا يجيك الشرطة يا رب ما يعرفون يا رب ياخذوا واحد ثاني بدالي انا